ضمن سياسة وزارة الدفاع الحالية لتطوير قدرات الجيش العراقي، أحد الجوانب اللي احنا واضعينها بسياستنا هو تطوير معدات الرؤية الليلية. تعرف العدو عدونا ليلي، فعاليات العدو كلها ليلية، فتقتضي الضرورة أنه نأمن متطلبات الرؤية الليلية حتى أولا نقلل من الحوادث، واثنين نرفع معنويات الجنود. فاليوم عندنا عقد كوري وجبنا قسم من الكاميرات، وأريد أطلع على عمل هذه الكاميرات، كاميرات متطورة حديثة مداياتها بعيدة. وأيضا هسه يعني ناقشت الأخوان القادة والضباط الموجودين ووضعنا خطة تعالج كل الثغرات الموجودة في الميدان، والحمد لله هذه أحد المراحل المهمة اللي، وإن شاء الله بالمستقبل القريب أيضا عندنا مشاريع أخرى، وأيضا راح إن شاء الله يتم رفد وحداتنا بكافة الأسلحة والمعدات. مديرية عريقة ومديرية يقودها ضابط يعني عنده تاريخ ومن الضباط الأكفاء، وأيضا بها مديريات ممتازة وضباط كلهم أصحاب اختصاص ونعرفهم أغلبهم عاملين معنا، فإحنا مطمئنين من هذا المدير. إحنا المديرية هي أحد مفاصل وزارتنا، يعني بالنسبة أتعامل مع الجميع بالتساوي، وعندي خطة على ضوء تجربتي بالميدان وتجربتي في العسكرية، فما أنسى أي مفصل من المفاصل، بس مفصل المديرية العامة للاستخبارات من المفاصل مهمة جدا، لأن هسه حقيقة إحنا معركتنا هي معركة استخبارات، تحصل معلومات تقدر، يعني هسه إحنا حاليا عندنا استخبارات وعندنا طائرات، نحصل معلومات دقيقة، نستخدم الطائرة لضرب الهدف ونحقق نتائج. يعني إحنا من 1/1 لحد هذا اليوم أكثر من 78 داعشي قتلناهم بالقوة الجوية بمساعدة الاستخبارات، فالاستخبارات عامل رئيسي في كل معركة.